فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. في سورة الجمعة وفي مطلعها حديث عن البعثة والمبعوث والجهة المبعوث إليها والغرض من هذه البعثة، وبشكل واضح هو الذي بعث في الأميين. الله هو المرسل والباعث في الأميين، هذه الجهة المبعوث إليها رسولا واضح، ورسول الله صلى الله عليه وآله. الغرض من هذا يعلمهم، يؤدبهم، يزكيهم، يرفع من مكانهم. هذا الغرض هو الذي بعث من أجله. هذه عناوين تضعها الآية، ولكن عندما نأتي لنتحدث في التفاصيل نقول كل أمة من حقها أن تحتفظ وتؤرخ لعظمائها. فكيف أرخ المسلمون لموضوع البعثة؟ قبل ذلك نريد أن نشير فقط إلى هذه المسألة المهمة، أن الذين كتبوا التاريخ اختلفت دوافعهم. فإما أن يكون من يدون الأحداث محب يستجمع كل ما يرفع من شأن من يكتب عنه. أنا أحب النبي صلى الله عليه وآله، كل رواية، كل قصة، كل حكاية ممكن أن تعلي من شأنه في نظري أدونه دون تحري دون تروي في أكثر الأحيان هالشكل. في المقابل لربما تكون أيضا تدوين وكتابة هذه الأحداث من ورائها غاية ونية غير طيبة، كما فعله المستشرقون عندما كتبوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله. صحيح أنهم امتدحوا في كثير من المواطن، ولكنهم دسوا السم في العسل، فسلطوا الضوء على بعض القضايا التي ممكن أن تكون من الأمور المعيبة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا لا شك أنه دوافعهم. أضف إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول سيكثر علي الكذابة، بس في مجال الأحكام، بس في مجال المفاهيم، أو حتى فيما يتعلق بسيرته. ولك هذا المعنى الآن حول موضوع البعثة. الأستاذ هيكل، هذا الكاتب المصري، يوم من الأيام عتب على العلامة الطبرسي في تدوينه لسيرة النبي صلى الله عليه وآله، واتهمه بأنه لم يتحرى الحقائق ولم يتريث في تدوين الأحداث، ولكنه وقع أيضا فيما حذر منه وعاب عليه الطبرسي، ودون هالثلاثة الأمور ونقلها عن الطبري وابن سعد في طبقاته. شوف هالنقل السيء اللي بالفعل هو إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث أمور تتعلق بالبعثة. الأمر الأول، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه الوحي في غار حراء نزل وهو في طريقه إلى دار خديجة، وكان يشك في أن ما نزل عليه هو الوحي،
أو لا. فتارة نقول هذا كاهن من الجن، مرة يقول لا هذا سحر، مرة يقول لا هذا جنون، فما دارب وضعه. ذهب إلى خديجة فحكى لها ما رأى وما سمع، فقالت له: يا ابن عبد الله، ما كان الله ليفعل بك هذا، وإنك لتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. فاطمأن رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدها يقول هيكل: ونظر إلى خديجة نظرة إكبار واحترام، وقال: زملوني زملوني، ثم نام. رحم الله والديك يا خديجة، لولا هالكلمات اللي قلتيها إلى النبي كان هو شاك في أنه نبي، لولا مسلم يقبل على نفسه أن ينقل هذا المعنى عن نبيه؟ أنا ما متأكد، لربما هذا اللي نزل علي في غار حراء كاهن، أو هذه حالة من السحر، أو هذا حالة من الجنون. ثم تأتي خديجة لتطمئنه بذلك فيطمئن، يعني لولاها لبقي على شك من أمره. هذا نقل. نقل الثاني أنه لا، لأكثر من هذا. الطبري يقول: لما نزل عليه الوحي وهو في غار حراء أو حراء، اعتراه خوف ورعب حتى كاد أن يطرح بنفسه من أعلى الجبل إلى الأرض. يسمونه غير انتحار هذا؟ رسول الله خايف من الوحي ومرعوب من عنده، وكلنا ذهب إلى غار حراء شاف مستوى الارتفاع. رسول الله هم أن يطرح بنفسه من أعلى الجبل، إلا أن ملك الوحي نهاه عن ذلك. تفت تنبي ترها. هذا النقل الثاني. نقل الثالث يقول أنه لا، لما رجع بعد ذلك اليوم ذهب إلى المسجد الحرام، فلقيه ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ابن خالة خديجة، وله معرفة بالأديان، أو أنه كان على دين النصرانية. فحكى له ما رأى وما سمع، فقال له ورقة، التفت إلى الكلمة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، وقد نزل عليك ما نزل على موسى. ضع تحت خط هذه: من الناموس الأكبر، فظن رسول الله أن ورقة يصدقه فاطمأن بذلك. يعني وصل إلى الثقة بأنه نبي ببركة ورقة ابن نوفل، وإلا كان على شك من أمره. هذا بالله عليك مستشرق ينقل هذا الكلام، يهودي ينقل هذا الكلام، عدو من أعداء الإسلام ينقل هذا الكلام أو لا؟ ليش هذا أبو السيناريو، أبو الفيلم المسيء، لما سألوه لماذا أسأت لمحمد وهو عظيم من عظماء التاريخ، قال: والله مو من جيبي، المعلومات السيناريو أنا كتبته كل من كتب المسلمين. وهذا يؤكد على أنه بالفعل إحنا في حاجة إلى مراجعة الكثير مما دونا من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرد على هاي الروايات الثلاث بسيط جدا. نقول: أولا، النبي صلى الله عليه وآله لم يفاجأ بالنبوة حتى يصاب بهذه الحالة من الهلع والقلق والخوف والاضطراب، حتى يحتاج إلى من يطمئنه أو ينهاه عن أن يقتل نفسه، أو يحتاج إلى خديجة في أن تبعث في نفسه الاطمئنان. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. مسألة أنه الآن بدأ دورك في النبوة، الآن بدأ برنامجك النبوي، انطلق إلى هداية الناس، وهذا فقط. أما أنه كان يعلم أنه سيكون نبي هذه الأمة، بالفعل هو كان يعلم،
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هذه واحدة. ثانيا كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي تكشف عن أن هناك إعداد وتهيئة وتأهيل لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى يتحمل مسؤولية النبوة. من متى بدأ التأهيل؟ أمير المؤمنين يقول: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يرشده إلى الخيرات يجنبه مساوئ الأخلاق ليله ونهاره. فالإعداد كان منذ نعومة أظفاره، الله عز وجل سخر له وجند له هذا الملك، مو أنه فوجئ بالنبوة حتى يعني ما كان يمتلك حتى مؤهلات إلى درجة أنه أراد أن يلقي بنفسه من أعلى الجبل وينتحر. هذا غير معقول. بعد إذا دققنا في هذه الرواية سنجد بصمات يهودية، ما يعبر عنه بأنها الروايات الإسرائيليات التي زجت في كتب المسلمين ولم يتريث في كتابتها والأخذ بها عامة الناس، ولذلك صارت من المسلمات. لاحظوا، من المفترض أننا لو أجرينا مقارنة بين ما يصف القرآن به موسى بن عمران عندما نزل عليه الوحي وبين هذه الروايات التي تكشف عن حالة من الهلع والخوف والقلق والاضطراب النفسي عند رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنه ظروف الموضوعية تقول موسى كان يمشي في وسط الصحراء في الليل المظلم ليلة حالكة في ظلامها، وإذا به يفاجأ بصوت مو من البشر، لا صوت يخرج من الجبل في الوادي المقدس طوى: يا موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. خلي نفسك مكانه وتمشي في صحراء وفي مكان مظلم جدا وبين هذه الأودية والجبال، وإذا بصوت يخرج من الجبل وعلى حين ضرة ومن غير مقدمات، شو تسوي غير تضع ثيابك في ها على قولتنا في بوزك وتهرب؟ من وين هالصوت؟ ممن؟ في الظلام ما حد وياي وكذا ومع ذلك لم يصور لنا القرآن أن موسى كان هلعا ولا خائفا ولا غيره. نعم ذكر موسى في أنه اعتراه الخوف، ولكن مو في موضوع نزول الوحي، في موضوع آخر وهو لما رأى الحي العصاة وقد تحولت إلى حية وثعبان، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. إذن من نزول الوحي لا أصابه الهلع ولا القلق ولا الخوف، أصابه متى؟ عندما رأى الحية العصاة تحولت إلى حية فطمأنه الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. أما موضوع الوحي استقبله بسكينة وهدوء وحالة من الاطمئنان، استقبل النبوة. بينما رسول الله يصور لنا في هذه الروايات بأنه أراد أن يلقي بنفسه لولا أن ملك الوحي قد نهاه عن ذلك. هذه واحدة. الثانية، تعال اقرأ الروايات نفسها تراويك بأنه بالفعل أكو أثر يهودي في هذه الروايات. ورقة ابن نوفل أكو احتمالين: إما أن يكون على دين النصرانية وكان ينتظر النبي الخاتم، أو أنه لم يكن على دين وإنما كان على معرفة بالأديان، ولكنه عندما طمأن النبي صلى الله عليه وآله حسب هالنقل هذا ايش قال له؟ قال: والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة. لاحظوا: وقد نزل عليك ما نزل على موسى.
إذا هو نصراني، إذا هو تابع لعيسى، من المفترض أن يقول ماذا؟ نزل عليك ما نزل على عيسى، مو موسى. والفارق شنو؟ اليهود هم أتباع موسى. هذا يشير إلى أنه أكو بصمات يهودية في هذه الرواية. أضف إلى ذلك الناموس الأكبر، هذا مصطلح مو نصراني مو مسيحي، مصطلح يهودي. لاحظوا الفارق إذن. وإلا النبي صلى الله عليه وآله، طبعا إحنا لحنا في حاجة إلى كلام الطبري ولا إلى ابن سعد في طبقاته، نحتاج إلى أهل البيت. الإمام الصادق كيف كان يصف النبي صلى الله عليه وآله عند نزول الوحي عليه؟ هذا يوم من الأيام زرارة سأل من الإمام الصادق هذا السؤال، قال له: كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت إلى طبيعة السؤال، فيما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ بتعبير آخر، ليش النبي إذا نزل عليه الوحي يكون على حالة من اليقين والقطع والإطمئنان 100% أن هذا وحي؟ فليش ما يخلي ولو نسبة 1% أن يكون هذا كاهن، أن يكون هذا جني، أن يكون هذا عفريت، أن يكون مو واقع وإنما خيال؟ كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يأتيه من قبل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ اسمع جواب الإمام الصادق. فقال الإمام عليه السلام: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، شوف الهدوء وحالة الاطمئنان، أنزل عليه السكينة والوقار، فكان يأتيه من قبل الله عز وجل مثل الذي يراه بعينه، ما عنده شك ولا نصف، مو 1%، نصف من 1% ما عنده، حالة من اليقين والاطمئنان والقطع أنه رسول من الله، أنه ملك أنزل عليه. هذا كلام الإمام الصادق اللي يقول أنه أنزل عليه السكينة والوقار. ولذلك كان يقول لي علي بن أبي طالب: يا علي، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. أكو رؤية، أكو رؤية وأكو سماع، إلا أنك لست بنبي وإنك لعلى خير. أخيرا مع كلمة العلامة طبرسي رحمة الله عليه في تفسيره، يقول: إن الله عز وجل لا يوحي إلى رسول إلا بالبراهين النيرة والآيات البينة الدالة على أن ما يوحى إليه إنما هو من الله تعالى، فلا يحتاج إلى شيء سواها، ولا يفزع ولا يفرق، حالة من الاطمئنان التام أنه ملك الوحي يأتيه. حتى الناس كانوا يشوفون الأثر لما ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله، وإذا به يتصبب عرقا، أو إذا كان على ظهر الناقة بركت به ناقته: يا رسول الله، أو نزل عليك الوحي؟ نقول: نعم، نزل عليك الوحي. فرسول الله في حالة من الاطمئنان. أنت بالنتيجة هالروايات هذه اللي ذكرناها تبين أن النبي كان شاك في نبوته في بداية الأمر، لكن لما طمأنته خديجة اطمأن، لما ورق ابن نوفل كلم اطمأن. ها، لاحظوا البلوى مو هنا، المشكلة أن بعض أخبار المسلمين ورواياتهم تعطي إيحاء واضح على أن النبي كان شاكا في نبوته إلى آخر يوم. 23 سنة هو ما داري، ما أبطأ علي الوحي إلا وظننت أنه نزل على آل الخطاب، يعني حاط في باله أنه يمسح من ديوان النبوة في أي وقت، يحال على التقاعد في أي وقت، يبحث عن بديل آخر في أي وقت.
شنو الاطمئنان هذا؟ هذا خاتم الأنبياء، أفضل الأنبياء، بل أفضل البشر على الإطلاق. الله عز وجل ما من نبي بعثه إلا وأخبر به وبشره بقدومه، بل أن عقد النبوة وميثاق النبوة ما أخذ على الناس بعد مجيء رسول الله إلى الحياة، وإنما أخذ منهم من عالم الذر. هاي الرواية قارئها عليكم، لو ما قارئها ما أدري. ها الخليفة الثاني يمشي في معية أمير المؤمنين حول البيت، يصل إلى الحجر، الخليفة يقول: يا حجر، لولا أني رأيت رسول الله يستلمك ويقبلك ما فعلت ذلك، لأنك لا تنفع ولا تضر. قال: ما هي يا عمر؟ إنه ينفع ويضر. قال: كيف؟ قال: من كتاب الله، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، فقد أخذ عليهم العهد والميثاق بربوبيته ووحدانيته، فأقروا له بذلك، ثم أخذ عليهم العهد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ثم أخذ عليهم العهد بولايتنا أهل البيت، أولست تقول حين تأتيه: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة؟ فأي ميثاق وأي عهد هذا؟ إذن موضوع النبوة مو موضوع طارئ، مو موضوع هكذا خرج صدفة. رسول الله ما كان هكذا هايم وما داري بالموضوع، لا لا، كان يعلم أنه نبي هذه الأمة، ولكن ينتظر من الله عز وجل متى يؤمر بأن يصدع بما أمر به، بأن ينذر عشيرته الأقربين. وإلا أبو طالب كان يرى فيه نبي، أنه نبي هذه الأمة، عبد المطلب كان يرى فيه أنه نبي هذه الأمة. معقول رسول الله نفسه ما داري؟ للأسف أن توجد هذه المقالات في كتب المسلمين، ولا زالت يؤخذ بها وتنقل وكأنها من المسلمات، وغيرها قس على هذه ما سواها. ذاك اليوم هذا الداعية المشهور عمر خالد كان يتكلم عن الحب في الإسلام، وشوف الشواهد، مرة يريد يبين شلون أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب زوجته عائشة، طلبت منه الماء فجاء بالكأس إليها وشربت جرعة، ثم أخذ يبحث فين شفايفها. هذه سيرة نبي عظيم، هذه مو مسلسل ولا هي فيلم غرام حتى تنزل النبي إلى هالمستوى هذا. يجي على شاهد آخر، رسول الله يدخل على علي وفاطمة وهما نائمين، فيدس نفسه بينهما حتى التصقت رجله برجل فاطمة. معقول؟ اللي الله عز وجل يأمره بأن يستأذن ويعلم الناس أن يستأذنوا: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، إلى أن يقول: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون بعضكم على بعض. الله يقول له: علم الولد هذا اللي ما بالغ، إذا يجي يستأذن في هاي الأوقات الحرجة يستأذن. هو يدخل على ابنته وهي نائمة مع زوجها وهالشكل، لا أحم لا دستور. أرسلت إليه رسالة على موقعه بس ما جاوبها. هل تسمح لنفسك أن تدخل على ابنتك وهي نائمة مع زوجها بهالطريقة هذه؟ هل يليق أن يكون النبي الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، أن الذي يوصف بأنه على خلق عظيم أن يفعل هكذا؟ شوية تروى يوم اللي تنقل هالكلام تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكأنما بقصد وبغير قصد الأذية تتجه إليه بأي لون كانت. وإلى اليوم، إلى اليوم عندما يتم تشويه الإسلام بداعش والنصرة وهالقتل الذريع وهالفتن
وكلها تلصق بالإسلام وبنبي الإسلام. هذا أظن أكثر مما أوذي به سابقا. لا والله بالفعل يعني باسم الإسلام جئتكم بالذبح، وهاك يا ذبح في الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويأخذها على إطلاقها وعلى عواهنها ويمشي في الناس قتلا باسم الدين وباسم النبي صلى الله عليه وآله. لا، هذه الجرأة مو جديدة، هذه الجرأة إلها جذورها. يوم من الأيام اتهم بأنه ماذا؟ غلب عليه الوجع وإنه ليهجر. ترى مو أول جرأة هذه، بل يزيد بن معاوية عندما يستشهد بهذه الأبيات: ليت أشياخي ببدر شهدوا، وقع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. هذا غرض شنو؟ غرض يوم بدر الذي أول منينا فيه بالهزيمة، ها نحن قد أخذنا منه ثأرنا وأخذنا من علي ثأرنا وعدلنا ميل بدر فاعتدل. هاي الجرأة نعم كانت منذ تلك الأيام. فلا تتعجب أن بالفعل أكو بعض المؤرخين عند لفتة يقول علي الأكبر، مدام المناسبة مناسبة هذا الشاب المؤمن، يقول ما يقول بالفعل علي الأكبر لماذا قطع بالسيوف إربا إربا دون غيره؟ واحد يجي ضربة على رأسه مثل القاسم مثلا يسقط، إليك نعم عليك من السلام عم يا حسين، يأتي ويحمله إلى الخيمة. بس ليش علي الأكبر بالذات قطع بالسيوف إربا إربا؟ وكأنما كان إلى غرض خاص. أليس هو أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله؟ كأنما شخص رسول الله تجلى لهم في ذلك اليوم، فصبوا جام حقدهم الأموي على شخص رسول الله وشبه رسول الله. ها، وهالكمال اللي عنده بالفعل هو هكذا. ولذلك لما هوى إلى الأرض قال: عليك مني السلام أبا حسين. اجتمعوا من حوله، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، وهو ينادي: أينك عني يا أبا؟ أقبل إليه، الرواية تقول هكذا: أقبل إليه قتل قاتليه ثم امتد على طوله ونادى: بني علي قتلوك، كأنهم ما عرفوك وما عرفوا من جدك ومن أبوك. بني علي على الدنيا بعدك العفا يا بويا، قول يا هل شقي راسك يا بويا، قول من خمد انفاسك يا بويا، من سلب سيفك وطاسك يا بويا، ما اقدر اشوف انك مطبر. بينما كان الحسين كذلك، واذا به يرى علي الاكبر وهو يبتسم، يقول له: بني، مما ابتسامتك؟ ليش تضحك بني؟ قال: هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قد سقاني بكفه الأوفى ويقول أن لك كأسا مدخورا. لحظات وإذا بعلي الأكبر يبكي، يقول له: بني، منذ لحظات كنت تبتسم، الآن مما بكاؤك؟ قال: أبا حسين، أنا أرى جدتي فاطمة وهي تنظر إليك منحنية الظهر باكية العين، وهي تنادي: وولدا
وحسينا لحظات، وإذا بعلي الأكبر قابل حسين قام من مكانه، إلى أين يا أبا؟ قال بني علي لقد خرجت عمتك الحورة. نادى ودني أبوي العمة زينب أراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها. قال لي يا عقلي مهجتي حكياك فراها، لازم اشيلك للخيم يا قرة العين، لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح، وعن جثتك يا صبي عيني وين انا اروح؟ لو قلت لماك ظل علي بالشمس مطروح، لازم تقلي كان جبت الولد يا حسين، لكن بليلة شلفك يا حلو الأطباع، لو عاينت جسماك يا عقلي موزع وزاع. وزينب ما تقدر تنظراك يا ابني بالنزاع، لكن يعين الله على ضجتها النساوي. الله يساعد قلبك ابو علي، شال المدلل فوق صدره صدره وليل الخيم عاد دمعايه الويصيح، فتني فتني فاقدي لولا. قومي يا ليلى للولد، للولد عدلي له ساد، لكن يعين الله على ضجتها النساء. كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. يا الله أسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا من اجتمعنا لأجله وسببه، اللهم إنا نحتسبه عندك يا كريم، واخلف على ذويه في الغابرين، واحشره في زمرة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، إلى روحي وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار، ولمن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن